أشاد رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية ناجي الشهابي بقرارات الحماية الاجتماعية التي كلف الرئيس السيسي الحكومة باتخاذها. وأشار الشهابي إلى أن هذه القرارات مثلت مفاجأة رائعة وسارة للشعب المصري لم يتوقعها أحد، لأنها جاءت بعد الكلمة الواضحة والعميقة للرئيس عبد الفتاح السيسي في ختام المؤتمر الاقتصادي. وأضاف رئيس حزب الجيل أن الرئيس وعد بتخفيف معاناة الناس من الغلاء والتضخم، ونفذ وعوده في أقل من 24 ساعة بتلك الحزمة من قرارات الحماية الاجتماعية، والتي تحمل خزانة الدولة تكلفة كبيرة والتي تصل إلى 67 مليار جنيه.